الثقة بالنفس تعتبر من أهم عوامل نجاح الفرد سواء في حياته الشخصية أو المهنية أو غيرهم. وفي الواقع هناك العديد من الأسباب الغير متوقعة اللي تجعل الناس يفقدون ثقتهم بأنفسهم. والثقة بالنفس لا تعطى، الثقة بالنفس هي موجودة فينا لكن يراد لنا أن نخرجها. وأحياناً التعقيدات والانتقادات في طفولتك هي أكبر سبب لنقص الثقة بالنفس. قد يعاني الشخص أحياناً من مشكلة عدم الثقة بالنفس، وذلك من خلال التوقعات اللي يرسمها في تفكيره الذاتي والأفكار الخاطئة اللي قد تكون مزيفة، وكثرة لوم النفس على أي خطأ أو الفشل في تحقيق أهدافه، أو اليأس والاستسلام للاعتقادات بأنه غير قادر على تحقيق أي شيء. أول شيء اللي لازم تدركه أنك أنت انولدت في هذه الدنيا بقلب كبير وبقدرة كبيرة على الحب، لكن قد يكون البعض أساء معاملتك، وسوء تعامل الآخرين لك وانتقادهم لا يمثلك ولا يعكس حقيقتك، لكن يعكس التشوه الذي يحمله الآخرين في داخلهم. وكل هذا الأحكام تعتبر مكتسبة، وكل شيء مكتسب نملك المقدرة على التخلي عنه. أول خطوة لبناء الثقة بالنفس هي تقبل الإنسان لنفسه، تقبله لماضيه، تقبله لشعوره، شعور الألم، شعور الضعف، شعور المعاناة. ويجب أن يعيش الفرد من أجل تحقيق طموحاته وتحقيق كل أهدافه وأحلامه. وأعترف بأخطائك لكن تجنب انتقاد نفسك مهما ساءت الأمور. وأخيراً الثقة بالنفس هي الفهم الجيد للقدرات الشخصية واحترام الإنسان لذاته وتقديرها، وكذلك حسن الظن بالنفس وبالله عز وجل.